يقولون اللي يشتم غبار الحرب يدمن عليه، واللي يحطوا له نيشان نصر يصير واحسب النياشين الوراء. بعض المراقبين جاي يشوفون حيدر العبادي هالشكل بعد انتصاره على داعش، ودليلهم انه كل يوم جاي يعلن عن بدء معركة جديدة. المعركة ضد الفساد اللي اعلنها البارحة مثال على هالرؤية، والمقصود تصريحات اللي اطلقها وقال بيها انه المرحلة الجاية هي مرحلة محاربة الفساد، وعلى الفاسدين تسليم اللي سرقوه من الاموال وإلا يخسروها ويقضون بقية حياتهم بالسجن. قال ايضا راح نفاجئهم وراح يستغربون من اللي نسويه، بعدين حذرهم من اللعب بالنار. كلام خطير ينبئ ببدء مزاج حربي جديد ما حد يدري شلون ينتهي وبرأس من. بس قبل كل شيء خلونا نناقش دلالة المعركة وسر انطلاقتها بهالوقت الحرج بعد داعش وقبل الانتخابات وبالتساوق مع تغييرات مفصلية بالسعودية وتأزم غير مسبوق ويا إيران. ما نريد ننطل الموضوع بعد إقليمي، هاي مجرد إشارة عابرة. المعابر هو من المقصود بالفساد؟ هل هي أحزاب لو شخصيات؟ أجنحة سياسية لو شريحة اجتماعية؟ وبأي آليات راح يتنفذ الهجوم؟ بآليات مؤسساتية لو بطريقة محمد بن سلمان مثلاً؟ طريقة بن سلمان ما ترهم بالعراق، لأنه إحنا بلد يفترض بدولة دستورية ومؤسسات وبرلمان، يعني مو لعبة. ولا هي رغبة دكتاتور ينفذها بليلة ظلمة ويودي خصومة للشيراتون نزلاء فوق العادة. إذا عفنا هاي الأسئلة وإجينا لدلالة التهديد، فواضح أنه بيها إشارة لبداية فصل جديد، وكأنه الرجل رايد يقول أنه الخلاص من داعش لازم يتبع الخلاص من اللي أخطر منها، يعني الفساد. هاي دلالة معلنة يا ما كررها العبادي، بس بنفس الوقت أكو دلالة أخرى قروها البعض وربطوها بالسباق الانتخابي وحسم المعركة داخل حزب الدعوة. ذول البعض شوية عندهم خبث ولادي، ومن ربطه وهالشكل سربوا إشارة خفية إلى صراع الأجنحة بداخل الحزب واللي المفروض ينحسم قبل الانتخابات. الغريب أن المعركة ضد الفساد أفضل سلاح مشترك عند الطرفين، بدليل أنه بمجرد تهديد العبادي باجتثاث الفساد طلع الحزب بيان بفصل القيادي صلاح عبد الرزاق على خلفية تهم بنفس المجال. يعني اللي تبيعه بالخطاب الأسبوعي يا أبو يسر إحنا نشتري بالأمانة العامة للحزب، وهذا معناه أنه القصة قصة سباق انتخابي. وخطورة تصريحات العبادي جاية من كونه بموقع السلطة وممكن يسوي أي شيء يخطر بالبال. هنا نرجع ونقول أنه الفساد بالعراق بيئة كاملة، سرطان ينخر بجسم الدولة كلها، وأي عملية استئصال للأورام تتطلب عملية جراحية ممكن تلوح ناس قريبين جدا من الجراح اللي يسويها. عوفوا هاي الفكرة وانتبهونا العبارة على الفاسدين تسليم أموالهم وإلا يخسروها ويقضون حياتهم بأبو زعبل. زين شلون يعني يسلموها؟ يعني نخلي لهم صندوق كبير بساحة عامة ويجي الفاسد تال الليل يذبهن ويشلع؟ أشو هاي شغلة تشبه الأمريكان من طبوا للعراق وقالوا ياهو اللي عنده سلاح يسلمه، وبالنتيجة ولا واحد سلم سلاحه. شنو المعنى من هالتصريح؟ معقولة الحكومة ومؤسساتها الرقابية عندها هيج قدرة؟ لو القصة أكبر من العراق، هل من المعقول أنه أكو تحالف سري مثل التحالف الدولي اللي دحر داعش جاي يعلن عن نفسه عبر العبادي؟ إذا صح التأويل فهذا معناه أنه إحنا أمام حزورة راح تنحل قريبا. حزورة جابها هو الوحيد اللي يفسر لنا سر قوة العبادي المفاجئة. العبادي طالع من غبار داعش وعلى صدر نيشان النصر، كل شيء ممكن، واللي تشوفه مخبوص بالحرب الدائمة ربما هو ممثل لنفس التحالف اللي دحر داعش. لكن هالمرة المعركة سياسية لابسة بدلة قضاة، قضاة مشيبين قدامهم ملفات وأرقام حسابات ببنوك عالمية، والله يسترنا ونوصل للانتخابات بسلام وبعيدا عن طريق الشيراتون.